النهاردة آدم غير تقليدي. آدم عاشق لشخصية مهمة جدا، عشقه ليها برضو عشق غير تقليدي، بيحبها حب السنين. لما نيجي نقول روميو وجولييت وقصة ليلى وقصص الحب الكبيرة والرهيبة وإيزيس وأوزوريس، فهنقعد نتكلم كتير جدا. بس تخيلوا ان اللي بيحبها دي اكبر منه في السن بمراحل كبيرة جدا، وقلنا له طب ليه؟ قال لك دي معشوقتي وهفضل اعشقها، ضيفي عاشق لها عشق ليس له مثيل، يعشقها عشق الجنون فهي حبيبته الوحيدة مصر. بيحب مصر حب غير طبيعي. علشان كده لما بنحضر لقاءاته ومحاضراته، لما بيكون ضيفنا، بنتعلم منه امور كتيره جدا في حب مصر، في المصريات، في تاريخ الفراعنه. ضيفي اللي بيشرفنا النهارده هو الاستاذ المؤرخ وكاتب المصريات المتميز جدا، الاستاذ بسام الشماع. شرفني ومنورني في ادم. اهلا بيك وشكرا على هذه الاطلاله. لا ده حقك، ده بجد حقك، انت من النماذج الجميله المشرفه، والنهارده انت بتشرفنا في ادم دايما. شكرا. وبنتعلم منك في كل مره. شكرا. ده حقيقي. هبدأ معاك. كل سنة وانت طيب وانت في الصحة والسلامة. بمناسبة عيد ميلادك. تعرفوا منين الحاجات دي؟ النهاردة عيد ميلادك؟ النهاردة عيد ميلادك. تميت كام سنة؟ تميت 53 سنة. كويس، 53 سنة. برج الأسد صح؟ تمام. جدا مواصفات برج الأسد جدا على فكرة. برج الأسد ايه؟ محطوطة هنا يعني، محطوطة على الجبهة يعني. يعني انا اسهل واحد تطلعني من اي ابراج يعني. الاسد على طول. الاسد جزء من شخصيه اي حد لازم يحب، يعني بيحب بلده. لازم يبقى انت اسد، لان الحب دفاع. كويس. الحب دفاع، انت بتحب مراتك فبتدافع عنها، بتحب اولادك دافع عنها، بتحب بيتك، تحب ارضك، تحب بلدك، لازم تدافع عنها، فلازم تبقى اسد. بس الاسد بيحب ان هو كلمته تسمع. صح. لو انت عايز تقول كلمة زي مصر، زي ما حضرتك تفضلت في البداية، ده الدنيا كلها لازم تسمع. صحيح. وعلى فكرة الكلام ده كلام مش مبالغ. اي مكان حضرتك بتروح تقول فيه مصر، وديت حاجة انا تمتعت بيها جدا. يعني الناس تيجي تقول لك ايه المشوار طويل وكذا، انا مشواري كان مريح جدا الحمد لله رب العالمين، ربنا خلى الدروب بتاعتي كلها كويس ناعمة. طيب انا هبدأ لله. انت قلت لي ان عندك 53 سنة. نعم. هبدأ مع رحلتك لأسوان. كويس. وبداية معرفتك بالآثار المصرية كان عندك كم سنة أياميها؟ كان عندي بالظبط 6 سنين. 6 سنين. نبدأ بقى بالست سنين. إيه اللي حصل؟ يعني أنت عارف حاجة غريبة جدا يا جماعة. قول. أنت النهاردة 53 سنة. وأتذكر هذه الرحلة إلى النوبة. إحنا اسكندرانية. فوالدي رحمة الله عليه ووالدتي أخذوني إلى أسوان. وانا اتذكر كويس قوي لون القميص البني كاروهات، شوف 6 سنين. اتذكر كويس قوي مقبرة الاغا خان والصورة المعروفة وقتها لأي عائلة مصرية لازم جوه مقبرة الاغا خان عند زيارة اسوان، دي كانت صورة كلاسيكية يعني. اتذكر كويس قوي معبد كلبشة، وده من المعابد اللي تم انقاذها من مياه بحيرة ناصر، لان البحيرة كانت هتغطي على بعض الاثار فانقذوها فروحنا كلبشة. تذكر كويس فيلة، معبد فيلة الرهيب اللي احنا كلنا بنتغنى بجماله ده. وده اعلى نسبة فوتينج في السياح عندي في شغلتي كمرشد سياحي. احلى مكان شفتوه في مصر ايه؟ احلى معبد شفتوه في مصر ايه؟ معبد كلهم يقولوا فيلة. لان هو معبد رومانسي، هو على جزيرة، هو وسط مية. انا ده برضو تم انقاذه. برضو اتذكر وانا عندي 6 سنين ان انا شفته من فوق والمية كانت مغطية نصه قبل ما كانوا ينقذوه. ما انا عايزك تحكي لي بقى من اول ما نزلت اسوان واول مره تشوف الاثار، ايه اللي حصل، الانفعال الداخلي، مشاعرك، الامور دي كلها، لان هي اعتقد دي اللي فرقت معي جدا من وجهه نظري. صح. يعني. برافو عليك. بس انا عايزك تقول. انا ما كنتش عارف دي على فكره. يعني انا عمال اسال نفسي من كام سنه، اقول ايه هو اولا ليه انت الوحيد اللي طالع في العيله كده؟ احنا عائلتنا كلها عائله اطباء. كويس. ومتجوزين من اطباء يعني. تمام. كويس كده. فاحنا انا مسميهم عائله البلاط البيضاء. الوحيد اللي وده كان توجه من والدي رحمه الله عليه، تروح كليه السياحه قسم ارشاد سياحي، دي كليه جديده فاتحه. واضطريت ان انا اسافر من اسكندريه للقاهره، وخد بالك دي
كانت مستحيل. لا لا ما ينفعش. ما ينفعش. ما ينفعش ان انت تروح من من اسكندريه للقاهره وتقعد لوحدك ومصر وبنات مصر حد يتجوز انت. فدي كانت ده كان تحدي كبير. كان تحدي كبير للعائله قبل مني. انا كنت عايش التجربه ومبسوط منها ومدينه الطلبه وشفت ناس وشفت كده وطلعت من المدرسه اللي كانت في اسكندريه اللي مش هذكر اسمها. انا بص انا اسكندريه هتاخد مني جزء. بس انا عايز ابتدي من مرحله الاسوان. لا هو بذر هو يعني والدي بذروا فيا بالرحله دي بذره حب التاريخ والتراث والاثار وبالذات في حته الجنوب. قاصدين ولا مش قاصدين؟ انا اعتقد انا اعتقد لسبب ان احنا لما كنا هناك ما كانوش بس بيعرفونا، يعني والدي ووالدتي ما كانوش بيعرفونا على مدار عمرنا على فكره واحنا صغننين، ما كانوش بيعرفونا على الاثار وبس. كانوا يعرفونا على الناس. بمعنى انا اتربيت في اكبر عدد من النوبيين بره اسوان في اسكندريه. تمام. حيث العدد. تمام. فكان صديق والدي الصدوق الحاج عيد رحمه الله عليه ده كان من دراو. كويس. فانا اتربيت في صلاه العيد وانا صغنن مع الاخوه النوبيين، فطلعت كويس. حابب قوي، بقيت اعمل لهم محاضرات في كل حته، فاصبح دلوقتي الكلمه الشهيره اللي قالها لي الراجل بتاع ابو سنبل الجميل، قال لي لعلك لا تدري يا شماع انك نوبي. الناس اخر ما قال لي قال لك ايه حبك للنوبه. فانا اعتقد ان دي البذره اللي اتبذرت، اول دومه، شوف بقى انا فاكر ازاي، اول طاقيه مزركشه نوبيه اتحطت على راسي، وكان والدي وضعوا على راسي مش بس الطاقيه المزركشه الملونه بتاعت النوبيين العظام، لا دول كمان حطوا على لبي كله من هنا حب النوبه وحب الجنوب. كويس. حب الجنوب والاثار المصريه بكمها الكبير بيتواجد في الجنوب. قول لي هنا انت يعني ايه برضو فكره انك تعشق الاثار بهذا الشكل، وانك انت تبقى مدافع ومقاتل ومتحدي حتى للمسؤولين انك لك رؤية في الاثار المصرية، ده برضو يخليني انت ايه اللي وصلك لكده؟ يعني هل انت زي ما نقول كده بالبلدي اتمرمخت في الاثار المصرية؟ اتمنخت كلمة حلوة، يعني خليني اسجل اعجابي بالكلمة دي، لانها اولا كلمة طالعة من الطين بتاعنا. طبعا. وانا حابب قوي كده. انا كنت بتملي احب اروح مثلا لما نيجي نذاكر او حتى لما باجي ادي محاضرات مثلا. انا رحت اديت محاضرة في ابو حمص. ابو حمص في البحيرة. فهناك جات لي مدرسة قالت لي احنا قرية صغيرة تجيلنا تدي محاضرة. قلت لها على شط الترعة فوق تل طين هاتيلي اربع عيال وانا اديك محاضرة. كويس. فانا من النوع ده، النوع اللي احب قوي كده. وكان ودي برضه بذره من عند ابويا، ابويا كان طبيب بس كنت اروح عليه قاعد مع الناس الجميله الغلبانه الحلوه. فده كان مهم. ايوه اتمرمخت في الاثار. حبك في الاثار كان في سبورت هايل جدا من العائله. الكتب، انت خد بالك الكتاب بتاع سليم حسن كان بيتباع ب 32 جنيه. انت فاكر ايه؟ واخد بالك؟ مين احنا في الجامعه؟ ففي مين ده اللي يعرف يجيب كتاب ب 32 جنيه؟ تمام. فانا علشان كنت ربنا اكرمني كنت شاطر، فكان اللي يجيب جيد جدا الحكومه كانت تدي له 30 جنيه جايزه. اللي يجيب جيد جدا كان ياخد كل كام شهر كان 30 جنيه. فاخدت ال 30 جنيه. لغايه لما جاء الكتاب بتاع جارنر، كتاب جارنر ده كتاب هيروغليفي قد كده. فرحت لوالدي قلت له الكتاب جارنر مش عارف ب 36 ولا 35 حاجه كده جنيه. انا عايز اشتريه يا بابا. ده كتاب بقى انت بتتكلم في ثروه 35. تمام. وفعلا تمام اداني فلوس ورحت جبته. الكتاب ده بفتحه لغايه النهارده، لسه فاتحه من كام يوم. شوف من سنه كام؟ من اولى جامعه 79 تتكلم 79 2015 بفتحه بطلع منه معلومات وانا بكتب الكتب بتاعتي. يعني بدات البدايه من اسوان، بس زي ما انت ما قلت اسكندريه اثرت فيه. هعرف مدى تاثير اسكندريه عليك كادم ازاي ولكن بعد الفاصل. يوم اجازتي دايما بقضيه في المطبخ من الصبحيه لغايه قبل الظهر بشويه. انا برضه لو عندي مشكله معينه وعامله لي ضغط نفسي ببقى بحاول اتكلم معاها فيها عشان نحاول نخفف العبء اللي عليا. الورقه والقلم